مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. من قبل يومين وصلت كل من سيدرا وشيرين لدبي، ومفاجأتهم لأختهم نارين هناك، حيث صوروا عدة ستوريهات مع بعض فور وصولهم. اوكي يا جماعة، جينا أنا وشيرين. ما في وجينا على السوق الصيني رح نشتري أغراض هدايا عيد ميلاد سيدرا. You have envy؟ وصل كل من أسامة مروة وأبو الربوة محمد عدنان وبيكي للسعودية صباح اليوم، وذلك لحضورهم لإيفنت رح يقام هناك، والجمهور عم ينتظر وصول غيث مروان للسعودية، فأعلن قبل فترة أنه حيكون متواجد هو أيضا هناك، واستغرب الجمهور عن ليش ما سافر مع أسامة مروة والشباب، وشو السبب اللي خلاه يتأخر، وبانتظار أيضا وصول أنس وأصالة اللي حيحضروا أيضا للإيفنت. أما نور مارفا رجع لتركيا من بعد تواجده بدبي لفترة جدا طويلة، وذلك لزيارته لبيت أهله هناك وأصدقائه، حيث انتظر البعض لقاءه مع قمر الطائي وإنهاء الخلاف اللي بينهم من بعد ما شاركت قمر فيديو على يوتيوب أكدت من خلاله أنها ما عندها ولا مشكلة مع نور مار وما بتكرهه، واللي صار بينهم كان بسبب اختلاف أفكارهم وأنها بتتمنى له كل التوفيق والخير. فشاف البعض أنه ممكن يكون في صلح بينهم طالما أنهم متواجدين بتركيا، والبعض الآخر شاف أن الصلح مستحيل لحد الآن. فشو رأيكم أنتو؟ وتحدث البعض الآخر عن صلح لانا محمد وقمر الطائي اللي شافوه مستحيل جدا من بعد ما حكت قمر عن حقيقة مشكلتها مع لانا محمد وأنها ما عندها أي مشكلة مع لين محمد. فلين قررت مد يد الصلح بمتابعتها لقمر الطائي على انستغرام، وقمر ردت المتابعة فورا. أما لانا فرفضت الصلح على ما يبدو، وما شفنا أي فولو من طرفها نهائيا ولا من طرف قمر الطائي. فشو رأيكم باللي صار بينهم؟ أما نور ستارز فعم بتعيش لحظات سعيدة بإطلاقها رسميا لحمرة خاصة بها، فصارت اليوم صباحا متوفرة بالأسواق على المستوى العالمي وأيضا على الموقع الرسمي لماركة ماك للمكياج، وحتكون ليميتد إديشن، ورح نحكي عن تفاصيل أكثر وكم سعرها بالفيديو القادم. فاشتركوا بالقناة وفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد.